جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا رجل قبل أن يتوفى أوقف مجموعة أراضي وبيوت على أولاده الذكور فقط دون البنات، وأما البنات فلهن كسوة للبنات المحتاجات فقط، فهل وقفه هذا صحيح أم لا؟ هذا يعرض على القاضي على المحكمة الشرعية وتنظر فيه، تنظر في هذا الوقف أو هذه الوصية، لأن يعني هذا من اختصاص المحاكم. نعم.